بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وزيد النبي صلى الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وكالة الغوث الدولية تعلن على عدة شواغر، وإن شاء الله سوف أقدم لكم اليوم شرح كيفية التسجيل وممكن التقديم عبر المكاتب. طبعا الوظائف موجودة في غزة والضفة، وإن شاء الله الكل بيستفيد، وإن شاء الله الكل بحصل على الوظيفة المناسبة لإله. طبعا ممكن نفوت على الموقع المجد التعليمي، ومن خلال الموقع نبدأ عملية التسجيل. نضغط على موقع المجد التعليمي أو من خلال جروب المجد التعليمي. طبعا هيها الوكالة تعلن عن عدد وظائف شهر براتب 1176 دولار. طبعا نقوم بالضغط على الرابط أو من خلال الجروب المجد التعليمي. طبعا لا راح نشاهد أول صفحة الإعلان ونقوم بالضغط عليه، وسوف يتم تحويلنا إلى الموقع مباشرة، إلى موقع المجد التعليمي، يعني من خلال الموقع أو من خلال الجروب. ممكن نسجل بطريقة سهلة جدا إن شاء الله، والكل إن شاء الله راح يستفيد. طبعا هيتم فتح الصفحة، ممكن الانضمام لجروب المجد التعليمي بالضغط هنا. طبعا التسجيل هيبقى من خلال الرابط من هنا. طبعا هنضغط على التسجيل من خلال الرابط من هنا، هيتم إن شاء الله تحويلنا إلى الرابط بشكل مباشر. طبعا هنقوم بالضغط على كليك هير تو كونتينيو. هيتم إن شاء الله تحويلنا إلى الرابط. ننتظر قليلا إن شاء الله. الأمر إن شاء الله بسيط جدا وسهل جدا إن شاء الله، والكل إن شاء الله راح يستفيد من عملية التسجيل. ممكن تسجلوا من خلال المكاتب الموجودة في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، يعني كل واحد على حسب منطقته إن شاء الله. معلش الإنترنت بطيء عندي شوية. وانتظر قليلا. طبعا هي الصفحة برضك من خلال الجروب حولتنا على الموقع بشكل مباشرة. ننتظر هنا 3 ثواني وأربعة أو خمسة أحيانا. بنقوم بالضغط على أجلب الرابط، نقوم بالضغط عليه مرة أخرى حتى يتم فتح الصفحة. طبعا عملية التسجيل راح نضغط على register as a new user. هنقوم بالضغط، ممكن إن مش عارف مثلا باللغة الإنجليزية يعمل. طبعا لازم يبقى في جوجل كروم يعمل ترجمة إلى العربية، بترجم له الصفحة كلها للغة العربية. هاي طبعا راح نضغط على الثانية، تسجيل كمستخدم جديد. طبعا اذا في مستخدم وموفر بيانات ممكن يدخل اسم البريد الالكتروني وكلمة السر ويفوت بشكل مباشر. طبعا راح انا افرجيك كيف عملية التسجيل، وسهلة جدا يعني مش حتتغلب منها. نضغط على تسجيل مستخدم، نقوم بادخال الايميل سواء ايميل جيميل او هوت ميل او ياهو او اي ايميل خاص بك. كلمة المرور طبعا الاسم الأول اسمك بشكل رسمي، والاسم العائلة، وكلمة السر. ممكن كلمة السر، كلمة السر ممكن تكتبها عادي مكونة من أحرف أو أرقام، مش مشكلة، مش شرط يعني. أنا ممكن تكتب أرقام وعادي يعني.
تضغط على عملية تسجيل. طبعا كتبنا هنا الإيميل طبعا والاسم الأول اسمك الشخصي والاسم الثاني اسم العائلة وكلمة المرور كلمة السر طبعا تكتبها وبتكرر كلمة السر بتأكد عليها وتضغط على عملية تسجيل. طبعا بقول لي هيني سجلت تمام الأمور تمام. حيتم إرسال طبعا رسالة على الإيميل رسالة على الإيميل إنه تم التسجيل. طبعا حتكون الرسالة محتواها طبعا الإيميل اللي تم التسجيل فيه والاسم المستخدم وكلمة المرور. طيب المهم طبعا بقول لك الحين ادخل البيانات. طبعا سجل هو هان ممكن تخرج وتدخل تاني. يعني بقول لك قبل المعلومات الشخصية طبعا حتفتح لنا صفحة اخرى طبعا حيتم تعبئة البيانات. طبعا ممكن اللي بعرفش مثلا باللغة الإنجليزية وضيف ممكن يعمل ترجمة إلى العربية. طبعا حيتم إدخال اسم الأب طبعا هنا مثلا أنا هنا اسم أبي محمد مثلا الجنس مثلا ذكر الحالة الاجتماعية مثلا متزوج. طبعا أنا حابب بيانات هيك أي كلام طبعا تاريخ الميلاد 19 مثلا يوليو المكان اللي انت موجود فيه يعني فلسطين. طبعا هنا ملاحظة فلسطين مدرجة في قائمة الأراضي الفلسطينية المحتلة هي معروفة وكالة ايش بيها تكون يعني. المهم برضه هنا نفس الاشي الأراضي الفلسطينية المحتلة وإن شاء الله هيك ربنا بيحررها إن شاء الله. المهم بيتم اختيارها الأراضي الفلسطينية المحتلة. هنا مكتوبة طبعا عشان حولنا باللغة العربية مكتوبة باللغة الإنجليزية. اوكي هيها هانا برضك الأراضي الفلسطينية المحتلة يعني ان شاء الله الامر بسيط جدا. رقم جواز السفر طبعا رقم البطاقة مثلا اي شيء من دحض اخترت 5 رقم اللاجئ مثلا 1 0 0 0 0 4 6 4 8 4 مثلا صندوق البريد الرمز البريدي طبعا رقم الدولة 00972 هنا البلد طبعا الأراضي الفلسطينية إن شاء الله ان شاء الله الامر بسيط ان شاء الله بس شوية ممكن واحد يسجل بس لازم تبقى دقيق في المعلومات يعني. تمام المدينة طبعا انت من عايش في الضفة في غزة غزة نكتب هاي غزة ممكن تكمل العنوان الحالي الهاتف طبعا اذا مطلوب. اما هنا استخدام البلد زائد يعني بده هاتف المحمول مثلا 00972 5 مثلا رقم الجوال 9 9 7 3 7 5 5 170 175
ولا هل أنت حاليا موظف؟ طبعا لا، طبعا تكتب له أقول لك ممكن هنا في نعم في تعيين مؤقت، تكتب له لا. طبعا حتعمل حفظ وتضغط ايش عملية التالي، أهم إشي تعمل حفظ وبعدين التالي. بقول لي دخل رقم الهاتف برضه. هل يوز؟ طبعا بقول لي طبعا استخدمنا، ايش المشكلة؟ طيب اوكي. طيب هذا 972 82 المهم 82 اي رقم حط، انا بس بدي اتأكد من اشي. 82 قول 5 5 6 6 1 افترض، بنشوف. تقدر تسيف اوكي، هي تم ايش حفظ. طبعا برضه رقم التليفون مهم ورقم الهاتف مهم، تم ادخال رقم التليفون طبعا من مقدمة الدولة 972. طبعا قبل ما تبدأ برقم الهاتف تكتب 8، وبعدين بتكمل رقم الهاتف 2 0 مثلا 2 8 2 6، حاول المنطقة اللي انت موجود فيها، او الضفة 2 1، رفح 2 2 1، يعني زي هيك. بعدين بتضغط نيكست التالي. طبعا بده ايش هنا؟ يرجى اضافة جميع المعالين، يعني ممكن هنا تضيف جميع المعالين، تعمل اضافة، تعمل مثلا نقول نفترض احمد، هاي احمد، تاريخ الولادة اي تاريخ، انا بحط يعني تاريخ من عندي، بس مثلا ايش بيبقى شقيق اخت يعني عايش عندك. المهم بتضل تضيف تضيف لما تكتب المعلمين الموجودين عندك داخل البيت. بعدين نضغط نيكست. ولا اذا كان اذا كان اي من اقارب المستخدمين من قبل، يعني اذا في عندك اقارب موجودين بتضيفهم، ما فيش خلاص. تعمل التالي. طبعا هنا معرفتك باللغات الرسمية، مثلا ايش معك لغات، تكتب عاد معك انجليزي اكتب انجليزي، معك فرنسي اكتب فرنسي، هي عربي بسهولة بسهولة، بطلاقة بطلاقة. تعمل سيف. طبعا تيجي مثلا معك كمان لغة، مثلا انجليزي صيني فرنسي انجليزي، نفس الاشي ممتاز، اللي بدك اياه بتختار انت. تمام، الأمور يعني سهلة بسيطة. يرجى الإشارة إلى معرفته باللغات الأخرى، بتضيف اللغة اللي بدك اياها، يعني انت في ايش، يعني اذا في لغات تانية حابب تضيفها بتضيفها، موجودات كلها. اوكي، يعني الأمر سهل وبسيط جدا، مثلا هاي اللغة بتضيفها، بتكمل. طبعا تضغط ايش على التالي. طب هانا بقول لك للمنشورات التوضيحية، قم بالإشارة إلى سرعة الكتابة، يعني قديش بتكتب في الكلمة في الدقيقة الواحدة، مثلا قديش مثلا عربي قديش بتكتب، نفترض 50. طيب لغة تانية انجليزي مثلا، انجليش قول 60، وهكذا يعني. يعني الامر بسيط، تعمل نيكست التالي. نيجي على اللي بعديها ان شاء الله، الامر سهل ان شاء الله. بترجم اذا ملكاش، يعني مثلا
يرجى إعطاء الاسم الدقيق للمؤسسة التعليمية، يعني الشهادات اللي حصلت عليها ممكن تدرجها، مثلا الشهادات التعليمية اللي تم حصل عليها، مثلا دبلوم وين حصلت، في أي دولة. نفترض احنا نقول حصلنا عليها في أي دولة، هاي مثلا وين، فلسطين. فلسطين طبعا، يعني التاريخ من قديش لقديش حصلت عليها إلى قديش. الأمر بسيط وسهل جدا. وش من الجامعة قديش دبلوم سنة واحدة، دبلوم لمدة عامين، دبلوم لمدة 3 سنوات، طبيب يعني دبلوم. هاي مثلا ايش فيش تخصصك؟ طبعا مثلا إدارة. طبعا هنا انا فيش يعني بتحب تعمل في البزنس مثلا، يعني كل واحد هو تخصصه. العنوان الدقيق للدرجة، يعني قديش حصلت مثلا، 85 مثلا، حدد رتبة التخرج. ممتاز، جيد جدا، جود، يعني ممتاز. هيك طبعا انا بدخل بيانات. طبعا هل حصلت على درجة؟ نعم فعلا. تضغط له زيف، تسيب، في عنا مشكلة في النيم. ايش الدعوة؟ حط في المية هنا، ايش المشكلة؟ ايش اسم المؤسسة؟ لا مش مشكلة تحط المية. انا اسم المؤسسة طبعا نسيت اكتب اسم المؤسسة، مثلا جامعة الاقصى او الجامعة الاسلامية. طبعا مش شرط انا في المية. تضغط ايش، سيف، تسيف، تم الحفظ. بعدين بتضغط ايش، نكست، التالي. يعني بياناتهم كتير. يلا بينا الله. يرجى ايش بقول لك، هنا يرجى ذكر المدارس او التدريب الذي حضرت عليه، مثل مدارس فنية وصناعية والى اخره. اذا ما اخذتش بتعدي تكتب التالي. مثلا اذا عندك وظيفة حالية وقائم عليها اكتبها، اكتبها وان شاء الله. المهم يعني بتكمل التالي، تكتب، بتعبي البيانات، بتحط اضافة، وبتعبي البيانات المطلوبة الموجودة طبعا. تالي بعدين بقول لك يرجى ارضاء 3 اشخاص لا علاقة لك على درجة طول المهنة الخاصة. لا تكرر اسماء المشرفين المدرجة داخل الصفحة. بتضيف 3 اشخاص من عندك بتعرفهم ومعروفين يعني. تضغط التالي. طبعا هيجيب لك هل تقبل العمل في منطقة تعمل فيها. تكتب له نعم. هل اتخذت اي خطوات قانونية تجاه تغيير الجنسية؟ مثلا نعم. ما هو مجالك المفضل؟ تكتب له مجال عملك، مثلا إدارة، أي شيء. هل تم توقيفك أو توجيهك؟ يعني تهم طبعا. هل لديك أي اعتراضات على وكالة تقوم من أرباب العمل؟ اللي بدك إياه. لا طبعا. المهم بتجاوب أي شيء، هاي نعم مثلا. ده خدمة القوات مثلا. تكتب له إذا في كان إدراج الجمعيات والأنشطة المهنية أو العامة والدولية. في الآخر تكتب له نعم، أشهد أمان البيانات تمام وصحيحة وكذا وكذا، وتسلم
وتكتب اسمك رباعي مثلا، مثلا هاي الاسم رباعي، وتم هيك ان شاء الله. تكتب اسمك، تعمل حفظ للمعلومات كل ليلة، بتم هيك ان شاء الله. تعبئة الطلب بالكامل ان شاء الله، تم حفظ الطلب وتم تقديم الطلب بشكل كامل، تم الحفظ، تم تقديم الطلب. طبعا ثواني ممكن نشوف ايش كتبنا هان. طلب تقديم الحصول على الوظيفة، نكمل السجل الشخصي بك، تم تقديم الطلب. ممكن نشرح خلاص هيك البيانات تم تكميلها، وتم ممكن تشاهد السيرة الذاتية اللي تم تعبئتها، ممكن تضغط هان اطبع سيرتي الذاتية وتشاهدها يعني بشكل كامل. تتأكد من بياناتك إذا حابب يعني هاي هم مثلا البيانات اللي تم تعبئتها، ممكن تعدل عليها عادي يعني. هاي تم تقديم الطلب في 20/8، تم الانتهاء، تم التوافق على الطلب. وإن شاء الله التوفيق للجميع، وربنا هيك إن شاء الله يكرم الجميع بالوظائف المطلوبة. أتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله، وأي استفسار أنا مستعد. شكرا.